بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات ايات وحكايات. انت بتقدم لربنا حاجه؟ لا، ضروري تقدم، لان لو ما قدمتش ده مش كويس قوي. هو قدم لك حياته، هو اتذبح عشانك على الصليب، هو حبك قوي وما زال بيحبك قوي وهيفضل يحبك قوي. طب وانت هتقدم له ايه؟ اي حاجه، انت عارف حتى التقديمات اللي هي بتعملها كده عشان توري الناس. انا بروح الكنيسه، انا بحضر اجتماع الخدمه، انا راجل مهم في الكنيسه. حلو قوي، حتى دي ربنا مش بينساها لك. امال بقى لو قدمت بجد بجد في الخفاء وعمال تدي من قلبك وبحب، لا ربنا مش هينسى ده خالص، هيديك اضعاف اضعاف اضعاف. كان في حكاية كده يمكن حد فيكم شافها إذا كنت شفت فيلم أبونا يوستوس، بس القصة دي حصلت وأنا قابلت الراجل ده اللي هو قال لي يا أبونا أنت بس عشان جديد ما تعرفنيش، أنا فلان بيه. إيه فلان بيه ده بقى؟ قال لي الحقيقة أنا ما كنتش بقابل الرهبان ولا الكهنة خالص، انا اسقفة والبابا بس، يعني بس ما ده مش قابل الناس اللي تحت دول. ولما كان يجي حد في المكتب عندي ياخد تبرع ولا حاجة من الاباء، اجيب السكرتيرة واجيب مدير الاعمال واجيب التريجر اللي هو الراجل بتاع الماليات، وابقى عاوز الشركة كلها تشوف انا هكتب شيك لانبا فلان ولا للكنيسة الفلانية، يعني لو طولت احطها في الجرايد عشان الناس كلها تشوف قد ايه انا راجل معطاء وبدي ربنا. يعني قال لي بتلف الايام وخدت مجموعه من الاباء، رحنا زرنا دير ام انطونيوس. فاحنا في الدير جالي واحد كده زي عامل لابس طاقيه وجلابيته مبهدله خالص وكده، ولقيته بيشدني، فقلت له ايه حسب انت ايه القرف ده، ازاي تمسك البدله بتاعتي كده ولا تلمس البدله؟ فقالوا لي ايه ده ابونا يسطو ده راجل قديس، روح معاه وشوف كده عاوزك في ايه جايز يباركك. فضلت ماشي وراه وهو ماشي حاطط وشه في الارض وماشي عامل كده، وانا اقول انا اتجننت ولا ايه ماشي ورا الراجل ده ليه؟ حتى لو قديس بقى يعني ما كنتش مقتنع خالص. قال لغايه ما بقينا لوحدنا راح لافف وبص لي في عينيا وقال لي ربنا بيقول لك توب، وده اخر تحذير من السما ليك. عارف ليه ربنا بيقول لك كده؟ علشان الصدقات المظهريه اللي انت عملتها. هو كان بيدي صدقات كده يعني للمظهره. فراح قال له يا راجل انت جننت ولا ايه؟ ايه يا راهب اللي انت بتقوله ده؟ اتوب عن ايه؟ اتوب عن ايه؟ انت تعرف اني عني ايه؟ انت ما تعرفش عني حاجه، انت ما تعرفش انا مين. فقال له تتوب عن فلان اللي انت بتعمل معاه غلط، وعن فلان اللي انت بتسرق معاه، وعن فلان وعن وعن وعن، وابتدى يرص له خطاياه. يقول لقيت رجلي بتخبط في بعض ومش قادر اقف على بعضي ومتبهدل خالص ومش عارف اعمل ايه. وقعدت اقول له ارجوك يا ابونا ما تقولش لحد، ارجوك يا ابونا ما تقولش لحد. لكن هو قال لي مش هقول لحد، بس خلي بالك دي آخر مرة ربنا هيبعت لك فيها رسالة وبيقول لك توب، وراح سابه ومشي. يقول أنا رجعت مش قادر ألم نفسي خالص، ويقولوا لي مالك؟ أقول لهم لا مفيش حاجة، أبونا باركك. وخلاص مش قادر أتكلم. ركبت العربية قعدت أفكر كده إيه ده، وأنا قدام راهب بدون مقطعة وغلبان قوي مش قادر أبص أحط عينيا في عينيه، هو بيقول لي خطاياي، امال فوق في السماء هعمل ايه؟ واقف ازاي قدام ربنا بعد الخطايا اللي بعملها دي كلها؟ قررت فعلا ان انا اتوب وان انا ابعد عن كل الخطايا. قال لي ابونا انا صرفت تقريبا تلت ثروتي علشان اقدر انقذ نفسي من الورطه دي ومن الحكايه دي ومن الخطايا اللي كنت بعملها. قال وما كانش عندي وكان عندي استعداد كمان اصرف كل ثروتي، بس المهم ما اقفش الوقفه دي تاني. يقول بقيت سعيد بحياتي وربنا بارك واداني الثروه 3 4 اضعاف بعد كده.
قال وسمعت واحد في المصنع من العمال بيقول عاوز ياخد اجازه عشان رايح درام بنطونيوس، فقلت له حجز لي معاك. قال له ازاي يا بيه، بس تيجي معانا كيف، احنا ناس صعايده وغلابه والكنيسه بتاعتنا غلبانه. قال له احجز لي معاك وما تقولش يا بيه ولا اي حاجه، انا واحد من الناس اللي معاك وخلاص، قول ده زميلي في المصنع ماشي. قال له حاضر، وفعلا خدوه. قال ورحت بقى بالجنس وبتاع كده، وهو داخل كان ابونا يسطس نايم. ابونا يسطس كان بينام مجعمز يعني مكرفس قاعد يعني، فبيقول الناس كلها بتعدي عليه. اول ما هو عدى عليه راح رفع راسه ووقف ومسكه من ايديه ومشي معاه. فيقول المره دي مشيت معاه بالذوق، كنت يعني ما اقدرش اقول تلت التلاته كان. خده لغايه شجره زيتون كده عند عين الميه ومسك غصنه وقال له الغصن ده لو ما ثبتش في الشجره دي يجرى له ايه؟ قال له يموت. قال له ايوه يسقط ويموت، وانت توبتك ربنا فرحان بيها، بس طول ما انت بعيد عن الكنيسه هتسقط وتموت. ليه؟ الراجل بقى يخاف من الرهبان خالص. قال لك الراهب ده محترم ما فضحنيش، ممكن اروح كنيسه تانية يطلع لي فيها راهب ربنا يكشف له عن عينيه خطاياي ولا الماضي بتاعي يفضحني. فبطل يروح الكنائس خالص، وبقى كل همه يدي عطايا في الخفاء، وابتدى يدور بقى على الرهبان والكهنة والناس الغلابة عشان يديهم ايه عطايا. وقال لك اذا كان المظهرية العطايا المظهرية ربنا اهتم بيها قوي، امال العطايا الحقيقية ربنا هيعمل بيها ايه ويقدرها ازاي؟ فطبعا ابونا يسطس عرف وقال له ربنا بيحبك، بس لازم تعترف ولازم تتناول، ما ينفعش ان انت تبعد عن الكنيسة. قال له ابونا انا كل ما اروح كنيسه انا معروف قوي ومش قادر اروح الكنيسه يعني. قال له انت لازم تروح الكنيسه يعرفوك فيها، روح لابونا فلان في مصر القديمه مش هيسالك انت مين اصلا، واعترف عنده، وبعدين خد مرتك وعيالك كل اسبوع وروح اي كنيسه صلي القداس وتناول، مش مهم الناس تحترمك وتعرفك كلها. بيقول لي ومن ساعتها انا بعمل كده، وانا فرحان خالص ان ربنا غير حياتي والبركة حلت في البيت كله بسبب العطايا اللي انا كنت بعملها، برغم انها مظهرية لكن ربنا قدرها، وانا متأكد ان هو بيقدر دلوقتي قوي العطايا الخفية اللي محدش يعرف عنها حاجة. انت عاوز تدي ربنا اديله، ربنا مش عمره ما هيبقى مديون ليك ابدا. انت فاكر ربنا هيبقى مديون ليك؟ ده ربنا ملك الملوك ورب الارباب، ده ربنا غني قوي يا اخي. هتديله جنيه هيديك ألف، هتديله حاجة هيرجعها لك تاني، ده هو حتى قال في الكتاب المقدس ترجع لك 100 ضعف هنا وفي الحياة الآخرة. فهو مش هيسيب حق، مش هيسيب حقك يعني، هيرجعه لك أضعاف أضعاف. تعبان قوي يعني ومش قادر تيجي الكنيسة ودست على نفسك وجيت الكنيسة، ربنا مش هينساها لك. تعبان قوي قوي ومش قادر تقف تصلي بالليل وساند على الحيطة لأنك هتقع من طولك، ربنا مش هينساها لك. اي حاجه بتقدمها لربنا، اي عطايا خفيه كده بينك وبينه، ربنا بيقدرها وهيديها لك اضعاف اضعاف. اذا كانش في الارض يبقى في السماء. ربنا يدينا كلنا ان احنا نتعلم ازاي نقدم ذبائح حب مقدمه لالهنا، له كل مجد وكرامه من الان والابد امين.